بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول في وصايا لقمان لابنه، من هو لقمان وما هي هذه الوصايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن لقمان عبد صالح من عباد الله آتاه الله الحكمة، كما قال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه، هذه وصايا تبدأ من قوله: وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. أول شيء نهاه عنه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضعت العبادة في غير موضعها صارت ظلما، لأن موضع العبادة هو الله سبحانه وتعالى وهو المستحق لها، فإذا عبد غيره فهذا ظلم، هو أعظم أنواع الظلم، لأن الشرك هو أعظم أنواع الظلم، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وصنا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلى آخر الآيات، إلى قوله: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات وصوت الحمير. هذه وصايا لقمان عليه السلام لابنه حينما وعظه، وفي هذا العناية بتربية الأولاد وتنشئتهم على طاعة الله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم نشوز المرأة، وإذا لم ينفع الهجر هل تفارق؟ نشوز المرأة هو ترفعها على زوجها من النشز، من نشز الأرض والمرتفع، فإذا ارتفعت عليه في أخلاقها وأدابها وعصت أوامره فقد نشزت، وإذا منعت حقه عليها فهذا هو النشوز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا أول شيء يعالج الموعظة، وأهجروهن في المضاجع، هذا الحالة الثانية هو الإعراض عنها في المضجع، قيل لا ينام معها وقيل ينام معها ولا يلتفت إليها، واضربوهن، هذا العلاج الأخير، والضرب غير المبرح، المراد الضرب غير المبرح، الزوج يضرب زوجته إذا نشزت وأبت أن تبذل له حقه عليها، فله أن يعالجها بهذه الخطوات الموعظة: الهجر في المضجع، آخر شيء الضرب، لكنه يكون ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، ويحصل به التأديب. نعم، أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة بعث بها السائل أبو عبد الله، يقول: أولا يا شيخ، بالنسبة لتشميت العاطس في المجلس، هل يكون من المجموعة أو يكفي واحد؟ تشميت العاطس حق من حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته، بهذا الشرط أن يحمد الله بعد العطاس يشمت، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. والتشميت معناه إزالة الشماتة عنه بالدعاء له، كما في قوله فإذا عطس فإنه يقول: يرحمك الله، هذا هو التشميت، وهذا من حق المسلم على المسلم. وإذا كان الحضور كثيرين يكفي واحد منهم، هذه سنة كفاية، يقام بها أحدهم كفى. نعم، أحسن الله إليكم. بالنسبة للأحكام المتعلقة على المسح على الشراب إذا كانوا في رحلة برية، ما أبرز هذه الأحكام؟ الشراب يشترط فيه أن يكون ضافيا على الرجل، وأن يكون ساترا لما وراءه، فلا يكون شفافا ولا يكون مخرقا يظهر منه بعض الرجل، حكمه حكم الخف، يمسح المقيم يوم وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها،
على ظاهر الشراب أعلاها فهو مثل الخف سواء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل ويقول: من جهة دراسة علم الفرائض هل هو خاص بالمجموعة أم أن دراسة هذا غير واجب؟ دراسة علم الفرائض كسائر أنواع العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الكل أثم. والناس بحاجة إلى علم الفرائض لأنه يتعلق بالتركات وحقوق الورثة، فهو علم عظيم حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه، وقد فصل الله كام المواريث في كتابه الكريم في سورة النساء ما يدل على أهميته ووجوب العناية به، حاجة الناس إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: ما الحكمة من عدم أخذ الشعر وتقليم الأظافر في الحج والعمرة؟ لأنه محرم، والله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذا أحرم الإنسان حرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيئا حتى يحل من إحرامه، لأنه ممنوع من الترفه، وقص الأظافر وحلق الشعر هذا من الترفه. نعم. هذا سائل يقول: شيخ، لي أسهم موجودة في أحد المصارف وقد تم عليها أكثر من 3 سنوات، هل تزكى الأسهم؟ الأسهم تختلف، إذا كانت أسهم للبيع والشراء يبيعها ويشتري مكانها، تعامل بالأسهم بالتجار بالأسهم، فهذه حكمها حكم عروض التجارة، إذا تم الحول على قيمتها التي اشتراها بها فإنه يثمنها بما تساوي ويخرج ربع العشر عنها. أما إذا كانت الأسهم للاستثمار، يعني أسهم ثابتة يستثمرها بإنتاجها وهي ثابتة لا يبيعها، إنه يزكي الغلة التي يحصل عليها منها. نعم. يقول: ورد أبو عطاء يقول: قرأت حديث فيما معنى ليجعل المسلم لنفسه في هذه الدنيا خبيئة من عمل صالح. الخبيئة هي الشيء المستور، الإنسان يعمل العمل الصالح ويخفي عمله ولا يظهره، لأن هذا أبعد عن الرياء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: بالنسبة للعمرة، هل تؤدى العمرة عن الغير إذا كان والدي مات ولم يعتمر وأنا في بلد بعيد؟ نعم، تؤدي العمرة عن والدك، هذا من البر به، إذا كان أوصى أن يعتمر عنه فتنفذ الوصية، يعني يدفع لمن يعتمر عنه من تركته ما يعتمر به مؤونة العمرة، وإذا لم يوصي فإن هذا من باب البر به، ولا سيما إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام فإنه تؤدى عنه عمرة الإسلام، وما عدا عمرة الإسلام فهو تطوع فيه أجر عظيم. إذا أراد أن يعتمر عن والده تطوعا ذلك من بره والإحسان إليه. نعم. بارك الله فيكم. إمام صلى بالجماعة صلاة الظهر 3 ركعات وبعد السلام تم تذكيره وقام وجاء بركعة بدون أن يكبر للقيام للركعة الرابعة، فهل فعله صحيح؟ نعم، فعله صحيح، لأن التكبيرة التي قام بها من السجود هي تكبيرة الانتقال، لا يكرر، يقوم بدون تكبير يقتصر عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما المراد بالآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ المراد بالوسط الاعتدال، معتدلة، أمة معتدلة بين الغلو والزيادة وبين الجفاء والإعراض، وهذا هو الوسط. وأما المراد بالآية كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، لأن الله يؤهلهم بذلك للشهادة على الأمم، ويشترط في الشاهد أن يكون عدلا خيارا، تكون شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم قد بلغتهم. نعم. هذا سائل يقول: الشيخ، ما حكم متابعة المؤذن وإذا كان في الحارة أكثر من مسجد، فأيهما أتابع؟ تابع أول من تسمع من المؤذنين تابعه، وإذا تابعت غيرهم فهم زيادة الخير، متابعة المؤذن سنة ليست واجبة، لكنه إذا تابعه يعني يقول مثل ما يقول، فإذا فرغ المؤذن قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، محمدا الوسيلة والفضيلة،
يبعث مقاما محمودا الذي وعدته فإنها تحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم لعن الشيطان والإكثار من لعنه؟ الشيطان لعنه الله، ليس بحاجة إلى أن تلعنه، ولكن الواجب عليك الحذر منه ومن شره والاستعاذة بالله منه. بدل أن تشتغل بلعن الشيطان استعذ بالله من شره واعصه فيما يأمرك به وما ينهاك عنه، فلا تلتفت إلى أوامره ونواهيه، لأنه يصدك عن طاعة الله وعن ذكر الله ما استطاع. فعصه واستعذ بالله من شره، هذا بدل لعنه. أما لعنه فهو ملعون، لعنه الله. وأيضا ورد أنه يفرح إذا سمع أحدا يلعنه، يقول: أغضبت ابن آدم، أغضبته فلعن. نعم. هذا السائل يقول: أرجو أن تشرحوا حديث لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من آوى محدثا، يعني من وجب عليه حد من حدود الله، لا بد أن ينفذ عليه الحد ولا يعترض أحد أو تحول شفاعته دون تنفيذ الحد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، أراد أن يقطع يدها فشق ذلك على قومها، فجاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه، حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وطلبوا منه أن يشفع في عدم قطع يدها، فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب عليه غضبا شديدا مع أنه يحبه، فقال: تشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا معنى الحديث، يعني من وجب عليه حد فلا يعترض أحد عليه ويمنع إقامة الحد عليه. ويروى من آوى محدثا، أي أمرا مبتدعا، محدثا يعني أمرا مبتدعا، فلا يحمل بدع ويروجها ويدافع عنها. نعم. هذا السائل يقول: نحن عائلة أنشأنا صندوق لتخصيص تكاليف مراسم العزاء لعائلاتنا، فهل يجوز المشاركة في هذا الصندوق؟ لا تجوز المشاركة في هذا الصندوق، وهذا لا يجوز، هذا عمل لا يجوز، والعزاء لا يحتاج إلى رصد أموال، ولا يحتاج إلى أيام يجتمعون فيها للعزاء. العزاء بأن يقول: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، يعزيه في أي مكان، في المسجد إذا لقيه، في المتجر، في الشارع، أو يتصل عليه بالجوال أو بالتلفون، يعزيه ويحصل بذلك الأجر وإقامة السنة، والحمد لله. بدون إقامة حفل واجتماع تحديد أيام ثلاثة للعزاء، هذا كله من البدع المحدث. نعم. هذه السائلة تقول: كنت في البادية وأنا شابة، وقد تركت الصلاة لمدة أكثر من شهر، والآن أريد أن أصلي تلك الصلوات التي تركتها يا فضيلة الشيخ، فهل تقضى الصلاة الآن مع أنني حافظت على صلواتي ونوافلي؟ نعم، يجب عليك قضاء صلوات هذا الشهر مرتبة، صلوات اليوم الأول ثم الثاني إلى أن تكملي، سواء في مجلس واحد إذا أمكن أو في عدة مجالس حسب الإمكان، إلى أن تنتهي صلوات هذا الشهر. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما واجبنا تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهل الإكثار من الصلوات عليه تكفي؟ نعم، الصلاة على الرسول هذا من حقوقه علينا، قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فيها فضل عظيم، وهي من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، وكذلك متابعته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب على المسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: في الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نحن أسرة مكونة من مجموعة كبيرة تقدر ب 18 رجل وامرأة، ولكن في البيت الشيخ البعض منهم عنده تقصير في العبادات وعنده بعض المخالفات، كيف نوجه مثل هؤلاء حفظكم الله؟ نعم، واجب عليكم أن تنصح
تنصحوا المقصر والمضيع لدينه أن تنصحوه وأن تنكروا عليه وتكرروا عليه ذلك ولو لم يكن من أقاربكم من عموم المسلمين، والقريب آكد أن تنهاه وأن تنصحه وأن تبين له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما المراد بالتقوى وما هي أسباب تحقيق التقوى للمسلم في هذه الحياة؟ تقوى كلمة جامعة، أن تتخذ بينك وبين غضب الله وناره وقاية تقيك من ذلك، وذلك بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي التقوى، سميت التقوى لأنها تقي من عذاب الله ومن غضب الله، وذلك بفعل الواجبات، ترك المحرمات، وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: شيخ، إذا كنت أقوم في الليل الساعة 10، فما هو الوقت الفاضل لي لقيام الليل؟ هل أحسب نصف الليل من نومي أو من غروب الشمس؟ أحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أقسمه على قسمين، هذا نصف الليل، القسم الأول والقسم الثاني، النصف الأول والنصف الثاني، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه قسمين، كل قسم هو النصف. نعم. أخيرا يقول السائل: الشيخ، إذا صليت جالسا فهل الأفضل أن أومي بالسجود أو الأفضل أن أسجد على الأرض؟ يجب عليك أن تسجد على الأرض إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن فإنك تومي، تخفض رأسك للسجود. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا وأجبتم في هذا اللقاء المبارك من برنامج نور على الدرب. سجل هذا اللقاء زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.